أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من كاميرا الشروق، والتي سنتجول عبر تقاريرها المختلفة عبر أكثر من مكان، نحاول من خلالها أن نستكشف معالم الجمال في هذه الأماكن المختلفة. السودان في ولاياته المختلفة. دعونا نبدأ بهذه الرحلة وهذا المشوار الذي سيكون في ولاية الشمالية إلى حيث هذه المدينة، مدينة الخندق، هي المدينة السياحية الجاذبة للسياح. أيضا نتابع في التقرير التالي هذه المدينة وما تحمله من تاريخ عظيم في جنباتها، نشاهد معا. مدينة الخندق الواقعة جنوب دونغولا حاضرة الولايات الشمالية، السودان ومصر، ومنها كانت التجارة تقوم غربا إلى غرب السودان، بالذات الفاشرة الجنينة والنيالة، ومن البضائع السودانية كانت تجي عبرها وتقوم بالمراكب النيلية إلى مصر، وهي حقيقة تقع اليوم بين منتصف الطريق بين الفاشر ودراو في مصر. و18 يوم من الخندق إلى دراو. عرفت المدينة بكثرة الحصون المنيعة بها، حيث تحتضن عددا من المواقع الأثرية والمعالم السياحية، ويقال إن تاريخها يرجع إلى الفترة المسيحية، أبرزها مملكة الجيلا جيلا والتي ترمز إلى المدينة وحضارتها المغيلة في القدم. كما تنتشر بالمدينة العديد من المدافن لعدد من شيوخ وعلماء السودان الذين نشروا الدين الإسلامي وعلومه ومعرفه. الخندق بلد يتمتع بموقع فريد، حصين من الناحية الشرقية بالنيل، يحتضن النيل من الناحية الشرقية، وكان على مر الدهور والعصور. هذه الجيلجيلة أو البقعة المحصنة اللي تسمى بالجيلجيلة تاريخها إنشاء حكوماتهم المختلفة على مر الدهور، وآخر ملك اتخذ مقر لمملكته هو الملك بشير، ونسب إليه خندق بشير. تتحصن مدينة الخندق طبيعيا بالنيل من الجهة الشرقية وبالجبال من الجهة الغربية، وتتخذ شوارعها شكل الممرات الضيقة والمتموجة، حيث لعب الموقع الجغرافي لها والميناء قديما دورا مهما في تميز المدينة تجاريا. تتعدد المواقع
من هنا من المواقع الغريبة جدا جدا على النيل، النيل هنا يأخذ اللطيف ثورة 1924 تضحت كل المقولات الأخرى، لأن هناك شهود وهناك أقرباء لعبد اللطيف والد عن عبد اللطيف. قبائل التي سكنت هذه المنطقة حقيقة قبائل عربية، والخندق تشتهر باللسان العربي ولسان عربي مبين. كل المناطق حولنا بيرطنوا الرطانة حقت النوبة الموجودة هنا في المنطقة، لكن أهل الخندق عرب، هي قبائل عربية، ومما يدل على ذلك إن هي كانت في مملكة في الخندق منذ عهد دولة الفونج، دولة السنارية. من سنار كانت المنطقة. مختلف الثقافات، فكان نتاج ذلك اللونية الخاصة من الأغنيات التراثية والحديثة التي تتناول مختلف أنواع الحياة، وهنالك جوانب أيضا أخرى سنحاول
على السودان، فهي ثقافة عتيقة وأصيلة وقديمة، والثقافة النارية أثرت في السودان منذ زمن بعيد، حتى في جميع تناولوا خلالها تاريخ وحاضر المدينة ودورها الحضاري المؤثر، كما غنوا للوطن ولتراث مكوناتها الاجتماعية، باعتبار أن المدينة كانت تمثل كل السودان بقبائله وتعدد ثقافاته وتباين سحناته ولغاته. ولا زالت مدينة سنار بمثابة سودان مصغر بكل ما تعني الكلمة من معنى. تكونت هذه المؤسسة زي ما قلت شاركت أو مثلت المحلية ويشد الانتباه. وكذلك كانت رقصة المردوم المنتشرة في غرب السودان وسط قبائل البقارة أو قبائل جهينة، وجدت لها متسعا في ليالي سنار. كذلك وجدت سنار كما لم تبدع من قبل عبر الأصوات الشابة التي بدأت تتلقى
أهلا بكم من جديد كل متابعينا، نتواصل معكم في تقديم هذه الحلقة من كاميرا شروق، حيث نتجول في مدن وقرى مختلفة في السودان. نذهب هذه المرة إلى مدينة كسلة، إلى توتيل، هذا الجبل الجميل المعروف في هذه المدينة إذ تتعدد مصادر الجمال. أول فيه إلى منتج للسائحين وملاذ للمتزوجين. نتابع التقرير التالي في سوحي توتيل. جبال التاكا وتوتيل إحدى المعالم التي عرفت بها مدينة كسلا على مر العصور. ما ذكرت كسلا وإلا كان ارتباط توتيل ملازما لها. بالرغم انه جينا يعني قريب، لكن كده يعني الاجواء ظاهرنا يعني جميله جدا، يعني بالذات يعني الجبل. والله جبن قاعده الجبن اكثر حاجه، وجبل يعني ذات المويه بتاعت الجبل تحت توتيل، وشكل الاجواء كده حلوه، ومنظر الجبل ذاته جميل، يعني جميل خالص. تقع جبال تاكا وتوتيل في حي الختمي العريق، والذي استمد تسميته من السيد محمد عثمان الختم الكبير، والذي تجول بمدينة كسلا عند قدومه إليها من مكة المكرمة. ووقع اختياره لهذا الحي جاء عند هذه البقعة المباركة. يسكن في هذه الحتة التي تذكره بمكة، سكن في الختمية، ولكن قبل كده كان سماها السنية، إحياء للسنة المحمدية. وبعد الناس أقبلوا عليه وكده، تغير الاسم إلى الختمية، لأنه هو الختم والناس بيجوا عليه وسموه الختمية لأجله. بعد ذلك اشتركت القبائل كلها، كلهم قاصدين هذا الرجل المبارك. توتيل قصص. بنلقى في مساحة واسعة فيها صخور، وفيها تحت الصخور في رمال، مياه الخريف بتترسب، ودائما المياه بتجري من أعلى إلى أسفل، بتبتدي تنساب وتدخل. ووصلوها بمواسير. أكبر بير هي البير الهسة الموجودة، موصلة بماسورة، والأبيار الثلاثة الثانية برضها موصلة بمواسير، ودي هسة تكاد تكون يعني اتردمت واندفنت وفضلت البير الوحيدة. هذه هي إحدى الروايات عن توتيل، وللسادة الختمية رواية أخرى عن هذا النبع لا تختلف كثيرا عن سابقتها، سوى اقترانها بالسيد الحسن بجلابية وبدعوته التي كانت سببا في تدفق نبع توتيل. سافر السيد محمد عثمان
إلى مكة مرة ثانية. ما في مياه وما في نيل. قالت له يا السيد يبتني محل المويه يبتني في محل الصخور. قال لا ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى وابتهل لي. اللهم صل على سيدنا محمد. عملوا الأبيار الموجودة الآن، عملوا مواسير وحكموا النبع وخلوه يستقر في محل واحد. لقد ظلت كسلا مغطرنة ومرتبطة كليا في أذهان الجميع بتوتيل وبأسطورتها التي لا زالت تشغل بال الكثيرين. فزوار المدينة وقاصديها من السواح الذين يتوافدون على مدينة كسلا تبقى توتيل هي ملاذهم الأول، فالجميع هنا يتدافعون نحو نبع توتيل لاحتياج من مائه، ولكن قبلوا في كسلة وفي الختمية بالذات، أو إذا كان الظروف وظروف عمله ودته يعني رجع لمسقط رأسه لا بد من أنه يعود الكرة ويجي يزور المنطقة دي. ودي أصبحت أسطورة أنه اللي بيشرب من مياه توتيل لا بد من أنه يعود لتوتيل وللختمية ولكسلة. وتوتيل بطبيعتها الساحرة تمثل لأهل كسلة وضيوفها متكئا يتسامرون فيه، وهي بالنسبة لهم ساحة للترفيه والترويح التي لا ينقطع عنها الزائرون، وتظل باستمرار ملتقا لأهل الفن باختلاف وتنوع فنونهم. هذا الموقع يمكن أن يمثل مسرح لكل الحراك الثقافي بولاية كسلة. الآن وطبيعة توتيل التي جمعت ما بين الماء والصخور ألهمت الكثيرين من شعراء المدينة وغيرهم، والذين كتبوا فيها وعنها أجمل الكلمات التي تغنى بها بعض المغنين. كل ما ذكرت توتيل يعني ذكرت الخاتمية، ذكر جبل التاكا، جبل توتيل، جبل توليس. الشعراء إنه يتغنوا بها، ويمكن من ضمنهم أخونا إسحاق الحلنجي يعني شعر فيها، قال فيها أشعار كثيرة وجميلة وتغنى بها عدد من الفنانين من ضمنهم التاج مكي وخلافه. آه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسخة فريدة على توتيل، كانت جار الفرح النافر لما غسانه وليك يميل، وحتى رزاز المطر العابر كان برجاني يصادق النيل. آه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسخة فريدة علي.
علينا، كان برجانا يمد الليل ويسمع فينا ويطرب لنا، ولما نغني دموع تسيل. آه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسها فريدة علي توتيل، وبحكي الحاضر أسعد خاطر وبذكراكي بشد الحيل، وحس كلماتك يمنع خوفي وكان رسيتك ماضي أصيل. آه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسها فريدة علي توتيل، وآه لو أقدر أخذ منك وعد جميل زي نسها فريدة على توتيل. ما بين الظهيرة والمساء تحلو جلسات الأنس هنا بتوتيل ويطيب المقام، ولكن تدور عقارب الساعة مسرعة لتعلن لحظات الوداع عند المغيب، وفي بال الكثيرين رغبة في البقاء بالمدينة، وإن لم يكن فتكرار الزيارة لتوتيل أمر مفروغ منه. تعتبر جبال لزيارة المدينة، أما من احتسى كاسا أو في ميان قهوة من ماء توتيل فإن بقاه بالمدينة سيطول لم يكن مستدعما. خالد بشير ببرنامج كاميرا الشروق، ولاية كسلا. فور نشاطا تجاريا بحكم موقعها الجغرافي وامتلاكها لميزة تفضيلية وهي وجود أجود الأصناف.